بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة الأفاضل، أينما كنتم، باسمك اللهم نبدأ، باسمك اللهم نستعين، فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا. هكذا أيها الحفل الكريم تتواصل إثارة ميدان التحدي، تتواصل التحديات في هذا الميدان في ظل تواصل هذه الأيام السعيدة المباركة ضمن أيام المهرجان السنوي الكبير على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو يوم الثنايا، اليوم هو يوم العطاء، اليوم هو يوم الإتقان، اليوم هو يوم العمل ويوم تقديم الأداء الكبير. حفلنا الكريم، بعد أن قدمنا لكم هذه المعلومات البسيطة عن تحديات هذا اليوم، يسرنا ويشرفنا ويطيب لنا أن نرحب أجمل ترحيب بالوصول الكريم لسعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما نرحب أيضا بشقيقه سعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. نحييهم ونرحب بهم هنا أجمل ترحيب، حيث يتواجدان لمتابعة أشواط هذه الأمسية الكبيرة. نرحب أيضا بالتواجد الكريم بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، كما نرحب بكل أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. إذن انطلقت المسيرة، هذا هو شوط الشلفة، الشلفة الذهبية بحضور حلب، تواجد بيان، سحب ونوايد، الراسية ورمية، إعسيلة وغزوة، وطنا، تسعة أسماء تحضر من أجل الشلفة. وأتابع المقدمة، هنا من تحتل المركز الأول، هذه غزوة لهجن الشحانية، يضمر غزوة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني، الله، هذه بيان التي تقدم الممتاز، بيان ونصدر هذا البيان بتواجدها في هذا الشوط الممتاز، الشوط الذهبي، بيان التي رشحت أيضا وكانت اسما قويا في دائرة اهتمامات المراقبين. بيان إذن في المركز الثاني لهجن الشحانية، يقودها في عملية التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما دور المركز الثالث، لأجد هناك إعسيلة تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، ويضمر إعسيلة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. أتابع المركز الرابع لأجد حلب، من تنطلق في المركز الرابع لهجن الشحانية، يضمر حلب محمد بن خالد العطية. ونذكر حلب عندما كانت تحضر في الأشواط العامة، عندما كانت تنتزع الرموز، وكذلك واصلت المسيرة مع الأشواط المفتوحة في العام الماضي وفي هذا الموسم. هناك رمز الكرة
الكويت في سن الثنايا. الله الله الله، هذه حلب أيضا أحد الأسماء المرشحة تحتل المركز الرابع، يقودها المشاغب محمد بن خالد العطية. أرى المركز الرابع أو المركز الخامس، هنا سحب أيضا اسما آخر من أسماء قوية تمتلكها منظومة هجن الشحانية، يضمر سحب المشاغب محمد بن خالد العطية. يا هي أسماء، أسماء كبيرة، أسماء لا تجهل، تركض على بساط الريح هنا في ميدان التحدي، هنا في ميدان الشحانية، حيث تحديات العمالقة، تحديات صناع الرموز في عالم السباقات. يا سلام، شوط لا يمكن التنبؤ بخاتمته، حيث يقف الناموس هنا على الحياد في المنتصف. تغيرت الأمور، استبدل الحال من حال إلى آخر. هجن الشحانية تقدم لنا بيان رسمي إذن من المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، حيث يقدم بيان لتكون معها الصلاحيات، صلاحيات سارية المفعول تسبك وتحبك الصدارة. يا سلام، بيان إذن على المركز الأول لهجن الشحانية، حاضرا المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني تتقدم غزوة، تشن غزوتها من أجل إبطال مفعول صلاحية بيان، تريد أن تكون الصلاحيات معها، يدفع بها الذهبي، يصدر عليها الأوامر بالضغط الكبير على بيان الصدارة. إذن غزوة في المركز الثاني وتنتصف المسافة أمام بيان، أمام غزوة في تحدي الشلفة الذهبية في الشوط الأكبر، في الشوط الأجدر، شوط البكار المفتوح. إذن لسن الثنايا شلفة في الانتظار يا المشاغب. الذهبي هو يوم الذهب، الشبل هو يوم تقديم الأداء المشرف. وكذلك نقول لعبد الهادي بن علي الغفراني، من يحضر بطنة المملوكة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، حيث نرحب بشعاره كما نرحب بجميع الحاضرين. نقول للغيثاني إنه يوم الذهب، إنه يوم فيه العطاء المتدفق. ناخذ المركز الرابع ونرى من تتقدم حلب. يا سلام، هذه حلب لهجن الشحانية، يقودها في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. طنا تتسلل، تتقدم طنا لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني. يضمر طنا عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري. هذه هي النتيجة في معركة الشلفة، في معركة شوط الثنايا البكار المفتوح. ما زال المشاغب يواصل مشاغبته هناك مع بيان التي انطلقت، تقاوم كل الضغط، تقاوم ضغط غزوة، تقاوم أيضا العوامل المناخية الغير المساعدة، حيث تكون الرياح وجها لوجه مع هذه الأصايل، ولكنها أصايل لا تهزمها الرياح، لا يقهرها شيء، لا يثنيها شيء عن تحقيق المراد، عن بلوغ المنى. هنا المركز الأول، بيان الصدارة إذن للشعار الأدعم المشاغب محمد بن خالد العطية، حاضرا معها في الصدارة. المركز الثاني غزوة لهجن الشحانية، حاضرا الذهبي سالم بن فاران المري، مقدما لنا غزوة في المركز الثاني. حلب تأتي على المركز الثالث في مواصلة لرحلة تقليص الفارق. حلب لهجن الشحانية، المشاغب الكبير محمد بن خالد العطية يبحث عن الشلفة من خلال تقديمه لاسم بيان في الصدارة، أيضا لاسم حلب، لاسم جديد سحب على المركز الرابع، أيضا لهجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية متواجدا في التضمير، وصلت الراسية. يا سلام،
يا سلام، هذه الراسية من ترسلان في مواني الصدارة. تتقدم الراسية إلى المركز الثالث، وهي أيضا أحد الأسماء المرشحة لملا، وهي صاحبة الشلفة الذهبية في مهرجان سيدي الأمير الوالد. هذه الراسية الآن ترسو على مواني المركز الثالث، يدفع بها الذهبي سالم بن فاران المري، ربما هي ورقته الأقوى في هذه المواجهة. الراسية، الله الله، كيلوين متر، كيلوين متر على النهاية، ولكن هناك بيان، هناك بنت الشيبة، بنت الشيبة، بنت الفايز. يا سلام، بيان. إذن سلالة الفايز تتقدم من أجل الفوز، تتقدم كما تقدمت الجزيرة، تتقدم كما تقدمت خود، تتقدم كما تقدمت ارتياد. سلام سلالة الشيبة، سلام الشيبة هناك امتكي في انتاج ام الزبار. الله الله الله، يا اخوي يا عبد الله يا بن راشد يا بن صقر يا المريخي، حط امام الفايز تلفزيون، خله يتابع، خله يراقب اداء بيان وعروض بنات الفايز. السلام سلام بيان. اذا تنطلق على المركز الاول لهجن الشحانية، الشعار الادعم حاضر في المتابعة، المشاغب محمد بن خالد العطية يدفع ببيان في المركز الأول، تمضي قدما من أجل الصدارة، هي مع الصدارة تعلن تحالفا استراتيجيا، تحالفا مبنيا على الثقة، مبنيا على قوة الأصل والفصل. يا سلام الكيلو متر الأخير، هنا بيان على المركز الأول، لم تقصر ولن تقصر إن شاء الله. الراسية تتقدم، يحضر الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن هنا بنت الفايز، هنا بيان بدون أي أوامر، تسابق الريح، تسابق الزمن من أجل حصد اللقب، من أجل الفوز والانتصار بالشلفة الذهبية. هذه بيان. يا سلام يا سلام، أعلن لكم وأبث لكم هذا البيان الرسمي من المشاغب محمد بن خالد العطية، يقول هي للرمز، ونقول مشاهدين الكرام بأنها فعلا لهذا الرمز الكبير، بنت الشيبة، بنت الشيبة إلى هذا الرمز، تمضي قدما إلى الشلفة الذهبية. يا سلام بيان، بيان بدون أي أوامر، بدون أي أوامر تذكر، تمضي بيان من أجل الشلفة. المشاغب محمد بن خالد العطية يتألق في هذا المساء مع بيان. الله الله، هذه بيان أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى قصر بيان، قصر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. سلام بيان، سلام سلام قصر بيان. إذا بيان تقول ونقول، تتوقعون، تحللون، وربما أعطيتم الناموس بالأفكار، قولوا كما شئتم، لكم آراؤكم، وأنا على الميدان قلت قراري. قرارها بيانها الشلفة، سلام هجن الشحانية، سلام سلام الفايز، سلام المركز الثاني. جاءت فيه الراسية لهجن الشحانية المركز الثالث، جاءت سحب لهجن الشحانية المركز الرابع، كان من نصيب رمية لهجن الشحانية، والمركز الخامس جاءت في نوايد لهجن الشحانية. إذن بيان مشاهدين الكرام، حيث حملت هذا الاسم الذي له مدلولاته الكبيرة، سميت نسبة إلى قصر بيان، حيث يتواجد هناك أمير الإنسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الإنسانية، أمير دولة الكويت الشقيقة. بيان، إذن تنسج خيوط الإبداع على ميدان التحدي. تهانينا للشعار الأدعم. التوقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية.
المركز الثاني كان من نصيب الراسية وتوقيتها 12 دقيقة 33 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. أما حلب سحب هي من جاءت في المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 33 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد.